النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل رياكشن لتريلر لسه نازل طازه امبارح، حرفيا امبارح نزل الفجر تقريبا او بالليل الفجر حاجه شبه كده. فطبعا امبارح ما لحقتش اعمله تريلر رياكشن، فهعمله تريلر رياكشن النهارده. هو مسلسل هينزل برضو حاجه شبه واندا فيجن كده، تي في ميني سيريس، وهو ذا فالكون اند وينتر سولجر. فالكون اند وينتر سولجر هم نفس البشر اللي عاملين فالكون وينتر سولجر، هو اللي هو انثوني ماكي اللي هو فالكون، وسيباستيان ستان اللي هو باكي بيرنز اللي هو وينتر سولجر. هم نفس الاثنين اللي كانوا موجودين في عالم افنجرز او عالم مارفل السينمائي، هم نفس البشر يعني ما تغيروش. ده هيبقى حاجة شبه واندا فيجن، نفس الفكرة، هيبقى مجرد مسلسل كام حلقة. انا لحد دلوقتي بصراحة واندا فيجن عجبني جدا 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 جدا، وما كنتش متوقع خالص ان انا اقول حاجة شبه كده بصراحة. بعد ما كنت متفرج على التريلر بتاعه ما كانش عجبني خالص، حرفيا المسلسل ابتدى يحلو بعد تالت حلقة. يعني اول تالت حلقات للمسلسل كانوا زي الزفت بصراحة، وابتديت امل منه. من بعد الحلقة الرابعة يا لهوي، الحلقة الرابعة والحلقة الخامسة أنا ما شفتش كده. الحلقة الخامسة والحلقة الرابعة والحلقة الخامسة، حتى نهاية الحلقة الخامسة كانت عبارة عن أنا كده مش عارف أتكلم إزاي. وبجد مستني يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله إن احنا نتفرج على الحلقة الجديدة بتاعت واندا فيجن. وانتوا عارفين إن الفترة اللي جاية هيبقى في مسلسلات عالم مارفل السينمائي غير وينتر سولجر وفالكون، هيبقى عندنا كمان لوكي اللي احنا عملنا له التريلر رياكشن هنا على هوم سينما، وهيبقى فيه كمان مسلسل هوك اي، وده برضو من الحاجات اللي انا مستنيها. انا بحب اصلا هوك اي جدا، بحب الكاركتر بتاعه جدا. وعندنا كمان ميسز مارفل، ده برضو هيبقى مسلسل صغير كده، عباره عن برضو هيبقى كام حلقه تقريبا زي واندا فيجن ولوكي والكلام ده كله. كل ده هيبقى حلقات صغيره، مش عارف اذا كان بقى هيبقى فيه سيزون 2 و3 و4 وكده ولا هيخلص في كام حلقه. انا بصراحه اتمنى ان كل المسلسلات تمشي على نفس المشي بتاع واندا فيجن، اللي هو يبقى مجرد سيزون واحد بس، مجرد 7 حلقات 8 حلقات 9 حلقات، ما يزيدش عن كده، عشان بصراحه الموضوع بعد كده بيبهوى يعني زياده عن اللزوم. وعندنا كمان حاجة تانية اسمها What If، ده هيبقى أنيميشن، هيبقى موجود فيه برضو مسلسل برضو في 2021. ده كل ده 2021 على فكرة. والسنة الجاية مش عارف إذا كان السنة الجاية السنة دي أو السنة الجاية، بس تقريبا السنة الجاية هيبقى فيه حاجة اسمها شي هالك، وده هيبقى برضو تي في ميني سيريس أو هيبقى مسلسل برضو صغير زي واندا فيجن ولوكي والكلام ده كله. متحمس قبل ما أشوف التريلر، مش عارف، لان انا لحد دلوقتي اصلا كاره حرفيا الفكرة ان فالكون هو اللي يبقى كابتن امريكا بصراحة. لان انا كابتن امريكا بالنسبة لي، عشان ما حدش يجي نط علي دلوقتي في الكومنتات يقول لي ازاي، انا بالنسبة لي كابتن امريكا هو احسن كاركتر او احسن هيرو بالنسبة لي في عالم مارفل السينمائي. يعني قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه بقى. ففي ناس بتحب ايرون مان، في ناس بتحب سبايدر مان، في ناس بتحب بدينجان مان، انا ما بيفرقش معايا، انا بالنسبة لي انا بحب كابتن امريكا يعني. متحمس اشوف المسلسل بصراحة، مش عارف، ممكن يطلع في الاخر التريلر وحش ما يعجبنيش وبعد كده المسلسل يعجبني، يحصل زي بالظبط في واندا فيجن لما اتفرجت على التريلر بتاعه ما عجبنيش خالص، بس لما اتفرجت على المسلسل بصراحة مسلسل تحفة. انا حرفيا يعني بجد بستنى كل اسبوع يعدي عشان اتفرج على حلقة. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر بتاع فالكون اند وينتر سولجر ولا مرة، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مرة. يلا بينا. So, who would like to start? 15 seconds to drop. So what's our plan? Hey. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. The wall's upside down right now. Where do we start? Set! Is you ready? Here we go again, huh? We've been grinding hard on the job. Can't take that from us. Ready? Is you ready? Hello, girl, kick your ass. I gotta get that first shot off before that bullet hit me. Is you ready? Ready? Okay. You say you ready? What are you doing? Whole squad ready. Are you having a staring contest? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Okay, يا جماعة بصوا هقول لكم على حاجة. أنا أكون صريح معاكم، التريلر
ولا حلو ولا وحش الاثنين برضو نفس بتاع نفس الاحساس اللي اتفرجت على التريلر بتاع اسمه ايه ده بتاع واندا فيجن. يعني ما اعطنيش اللي هو الاحساس بتاع الهايب. مستحيل يا جماعه مستحيل هيرجع الهايب بتاع افنجرز اند جيم وافنجرز انفينيتي وور وايام الشقاوه بقى والحاجات. مستحيل احس الاحساس ده تاني بصراحه بتاع الفيلم. يعني مستحيل. يعني اكتر حاجه كانت بالنسبه لي كانت مفاجاه هي البني ادمه دي اللي هي شارون كارتر اللي موجوده في الفيلم دي اللي كانت موجوده في كابتن امريكا سيفل وور وكانت موجوده في كابتن امريكا وينتر سولجر. فده برضو من الحاجات اللي انا يعني اتبسطت اللي انا شفتها في التريلر. هل هنشوف كيميوز لمسلسلات لممثلين تانيين بتوع عالم مارفل السينمائي في المسلسل ده برضو الله اعلم. هل هنشوف حاجة غريبة هتحصل في المسلسل ده برضو الله اعلم. مش عارف بصراحة برضو المسلسل ده ممكن يعجبني ولا لا. مش عارف بصراحة ما عنديش اي فكرة يعني برضه عشان التوقعات بتاعتي. يعني انا نسبة ترقبي ليه المسلسل ده 5/10 مش اكتر من كده. لان برضه زي ما قلت لكم انا اتفرجت على واندا فيجن ما عجبنيش التريلر بتاعه بس لما اتفرجت على المسلسل غيرت رايي تماما. وكنت تقريبا برضه كنت مدينه نسبة ترقب صغيره قوي بس لما اتفرجت على مسلسل وش لو المسلسل فضل كده لحد الاخر هيبقى له تقييم عالي. يعني فانا لحد دلوقتي ده نسبه ترقبي لمسلسل ده فالكون اند ذا وينتر سولجر. ما عنديش اي حاجه تانية اقول عن المسلسل ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.